أمرك يا مولاي؟ سأقتل هؤلاء جميعا. عظيم. نأتي بعد هذا لموضوع الزعامة. إن السلطان ملك شاه الذي تقوم بحراسته بنى قلعة فوق قمم أحد الجبال لا مثيل لها في القوة، ولا يستطيع عدو أن يصل إليها. ومن ملكها صار قادرا على تهديد الدنيا كلها. أتقصد قلعة شاهدز؟ بالضبط، قلعة شاهدز. وماذا تريد من هذه القلعة؟ أن تحتلها وتملاها بأتباعنا من الباطنية. لكن بناء دولة الباطنية لن يتم إلا بركوب الصعاب. ألا تريد أن يكون لك دور في بناء الدولة؟ بالتأكيد. إذن فالدور أمامك، هل تستطيع القيام به؟ أم تريد أن تكون زعيما دون أن تقوم بدور؟ بل أستطيع القيام به. خذ الجواري إذن وانطلق، ولن أسألك ماذا تفعل وكيف ستفعل، المهم عندي النتيجة. وأنا بدوري أعدك يا مولاي بأنني سوف أحقق نتائج تؤكد لك جدارتي بالزعامة. تترك حراستي تذهب لتعيش بين الجبال في هذه القلعة البعيدة؟ وأرجوك أن تساعدني يا مولاي. أنا أريد أن أساعدك، لكن لا تترك حراستي. أتعهد يا مولاي أنني سوف أقوم بإحضار من هو أكثر مني إخلاصا لحراستك. ألا تفكر مرة أخرى؟ لقد فكرت كثيرا يا مولاي. حسنا، اذهب إلى هذه القلعة وسأعطيك خطابا لحاكمها ليجعلك قائدا للحرس فيها. وأنا لن أنسى لك هذا الفضل يا مولاي. بإذنك. تفضل يا مولاي قائد القلعة. قائد الحرس مرة واحدة؟ لا تنسى يا مولاي أنني كنت حارس السلطان نفسه. على أي حال، ما دام السلطان قد أمر ليس أمامنا إلا الطاعة. قد بلغ الألم مداه. سلامتك يا ست النساء. لا أظن أني سأسلم من هذا المرض. أشعر بالموت يسري في جسدي. لا يا سيدتي، أنت بخير. بل هو الموت. أتعرفين يا شهرزاد؟ نعم يا سيدتي، أحيانا يكون الموت نعمة. مولاتي شهرزاد. سيدتي، خذيني إلى السوق. ماذا؟ أريد أن أرى المكان الذي قابلت فيه الرجل الذي أحببته قبل أن أموت. أما زلت تذكرينه؟ وهل ينسى الإنسان من يحب؟ ولكن الوقت متأخر والجو برد. أرجوك، إنه آخر طلب أطلبه منك، فلا ترفضي. أمرك يا أميرة الأميرات. سأجهز الرفض. أخيرا سوق طوس. يا كم أود أن أقبل كل شبر في هذا المكان.
دكاني، دكاني الذي قضيت فيه كل عمري. يا هنا رأيتها لأول مرة وكلمتها لأول مرة وبدأت قصتي معها. في هذا المكان بدأت قصة الحب وبدأ عذابي معها. لماذا أحببتها أنا يا أبي؟ كفى يا صالح، ولنبحث عن مكان نبيت فيه. ما الذي تفعله بنا الدنيا؟ كانت كل أحلامي تدور حول أن أتعلم، أن أصبح شيخا أو قاضيا، أن أتزوج من امرأة فقيرة مثلي. لكن كل الأحلام تبخرت، وها أنا ذا أعيش حياة لا أفهمها. صالح انظر، ما هذا؟ إنه موكبه. هل علمت بمجيئنا؟ مستحيل. سفري صالح. سفري صالح، هل يمكن أن نلتقي بعد كل هذه السنوات؟ الأرواح تنادي بعضها. ماذا بك؟ أراك في حال غير الحال. إنه مرض الموت. نفسي فداك. لا أحد يفدي أحد يا صالح. ماذا فعلت بك توم؟ لقد طلقني زوجي ليتزوج بنت السلطان الجديد. السياسة لا قلب له. أتذكر يا صالح كيف فرقوا بيننا من أجل هذا الزواج؟ سامحهم الله، لقد أفسدوا حياتنا وسببوا لنا التعيسة. حكموا علي بالغرب. صالح، أريد أن أطلب منك شيئا. أمري يا حبة العين. إذا كنت قد أسأت إليك فاغفر لي. يغفر الله لنا جميعا. لو تعلم مدى سعادة الليل، يمكن أن يعلم متوانا رأت. سفري سفري سفري، يا رب يا رب، لا اعتراض على قضائك، لا اعتراض على قضائك يا الله. كفى هذا يا مولاي. لا اعتراض على قضائك. دعنا ننصرف لكي نقوم نحو ست النساء بواجب الموتى. سفري، هيا يا رجال. اللهم لا اعتراض على قضائك، ارحمها يا الله. اللهم لا اعتراض على قضائك. انت مدهش يا محمد، كيف تمكنت من قراءة ابن سينا وفهمه على هذا النحو رغم قصر المدة؟ انني احارب الوقت يا شيخي، واعلم ان العلم لا حد له والعمر قصير. والله يا ولدي ما رأيت لك شبيها ابدا. المهم يا مولانا، ماذا بعد ذلك؟ من الضروري الاطلاع على فلسفة إخوان الصفا وخلان الوفا والتعرف على علم التوحيد. أنا أعلم أن علماء التوحيد لا يعتمدون على العقل مثلما هو الحال عند الفلاسفة، فهل ترى أن الاطلاع على أفكارهم ضروري؟ يا ولدي، علم التوحيد هو مرآة الإبداع الإسلامي، ولا تسمع ما يقوله عنه المغرضون. لا بأس،
فلأجعل له نصيبا من اهتمامي. عفوا يا مولانا عفوا، أراك تهتم بمحمد الغزالي أكثر من بقية زملائه، ألا ترى أن اهتمامك يجعل بقية زملائه يشعرون بالضيق؟ يا علي، إياك أن تتدخل في عملي مرة ثانية، هل سمعت؟ نكمل حديثنا. مولاي. نعم يا أحمد يا ابن عطاش، ماذا تريد؟ أريد أن أقدم لك مفاجأة يا مولاي. أي مفاجأة؟ ادخلي يا لبنى. أمرك مولاي؟ بل انحني لسيدك الجديد حاكم قلعة شهدز. مولاي، من هذه؟ إنها المفاجأة، جاريتك الجديدة لبنى. ولكني لم أطلب جواري. إنها هدية يا مولاي، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. لكن أرجوك يا مولاي لا تخجلني، لا تشعرني وكأنني أقل من أن أقدم لك شيئا. حسنا، سأقبل الهدية، ولكن أرجو أن تفرق بين العمل والعلاقات الشخصية. حاشا لله أن تظن بي السوء يا مولاي. في رأي مولاي أنه لا يكفي أن يترك أحمد بن عطاش وحده في القلعة، فالمهمة ليست هينة. وماذا تقترحين يا نجلاء؟ أقترح أن أسحب مجموعة الجواري الموجودات هنا وأذهب إليه. أتظنين أنك تستطيعين فعل شيء؟ إنني نجلاء يا مولاي، أعطني هذه الفرصة وسترى. أعطيتك الفرصة مولاي. كما أمرتك، إياك أن يعلم مخلوق بدخول هؤلاء الجواري. افتح. هيا أسرعنا. هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا صديقي؟ الحمد لله. الحمد لله. اسمع لي يا محمد، أنا أريد سلاما بيني وبينك. وأنا لا أريد إلا السلام. عظيم، لنعقد اتفاقا إذن. على أي شيء؟ على ألا تسبقني في الحصول على الإجازة مرة أخرى، لقد فعلتها من قبل وسبقتني، أتذكر؟ أرجو ألا تفعلها ثانية. يا أخي، أنا حينما أدرس وأذاكر لا أفكر إذا كنت أسبق زيدا أو عبيدا، فقط أبذل جهدا، فإذا كان جهدي هذا يجعلني أسبق غيري فلا يمكن أن يطالبني أحد بأن أتوقف عن بذل الجهد. ها أنت تراوغ مرة أخرى. أقسم لك إني لا أراوغ. أبذل أنت أيضا جهدا مساويا لي، بدلا من أن تطالبني بالتوقف عن بذل الجهد. أنا لا أكف عن بذل الجهد، ولكنك أنت دائما تسبق. أنت إنسان عجيب، لا تنسى شيئا أبدا، لا تشك في معلوماتك مطلقا، لديك قدرة عجيبة على ترتيب أفكارك. من أين لي أنا بمثل هذه الأشياء يا محمد؟ يا علي، لقد من الله علي بهذه الأشياء، فكيف تطلب مني أن أعطلها؟ أنت مصر على موقفك، أليس كذلك؟ أقسم لك إني لا أضمر لك أي سوء. لا فائدة، يبدو أن مجيئي إلى هنا كان خطأ. اسمع يا ولد، أنا لن أسكت عنك لحظة واحدة،
ولن أسمح بأن تكون متفوقا علي، أتفهم؟ وما هذا الذي تقرأه؟ تقرأ لابن سينا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد يا صالح، إلى ما الحزن يا ولدي؟ وهل تريد مني أن أفرح؟ لا فرح ولا حزن، لكن النسيان نعمة يا ولدي. أنسى، أنسى البنت الوحيدة التي أحبتني في هذه الدنيا. والحياة لن تتوقف يا ولدي، لأن البنت الوحيدة التي أحبتك قد ماتت. أعرف أنها لن تطوق، لكن قلبي ليس بيدي. يا ولدي، لا نستطيع أن نبقى بقية عمرنا بلا عمل في طوس. ومن قال إننا سنبقى في طوس؟ هل نويت على الرحيل؟ من غير رجع. لا أريد أن أعود إلى المكان الذي يذكرني بكل الأشياء المؤلمة. سنذهب إلى بلاد الفرنجة. الفرنجة؟ ولما الجموح يا ولدي؟ بلادنا أولى بنا. اسمع يا أبي، نذهب من هنا أولا ثم نفكر إلى أين نذهب. حسنا يا ولدي، سنذهب من هنا، سنذهب. تفضلوا، ها هو يجلس في الركن، تعالوا. ماذا تريد يا علي؟ ومن يكون هؤلاء؟ إنهم طلاب علم مثلك. ولما أتيت بهم؟ إنهم يرون أنك فريد عصرك وأوانك في العلوم والفلسفة، فجاءوا يحاورونك. ومن قال إني أريد أن أحاورهم؟ أخونا في الله الشيخ محمد الغزالي وحضرات ضليع في الفلسفة، في الفلسفة، ها؟ وأرى أن الفلاسفة هم طلاب الحقيقة وأهلها. الفلسفتكم؟ الفلاسفة هم أهل الضلال. لا مكان بيننا للزنادقة. لماذا لا تتكلم؟ أنا لست من الفلاسفة، أنا مجرد طالب علم، ومن حقي أن أعرف ماذا يقول الجميع. أتراوغ يا محمد؟ ألست من أنصار ابن سينا؟ أنا لا أنكر إعجابي به. أرأيتم، أتعجب برجل كافر؟ ماذا يعجبك في هذا الملحد؟ وكيف تحكمون على شيء لم تقرؤوه؟ قلت لكم إنه مراوغ. يا سادة، يا سادة، إن التكفير ليس هينا إلى هذا الحد، وأنتم لم تشقوا صدر ابن سينا لتعرفوا إذا كان كافرا أم لا. وتدافع عنه أيضا. بل أدافع عن العقل، إن الإسلام يا سادة دين العقل واحتراما للعقل، فإن من يجتهد ويصيب فله أجران، ومن يجتهد ويخطئ فله أجر، وابن سينا اجتهد. تسمي الكفر اجتهادا؟ إنه كافر مثلي. يا سادة، يا سادة، نحن طلاب علم. إياكم أن تمسوه بسوء. منذ متى يا أهل العلم يواجه الطلاب الآراء المخالفة بالعنف؟ ألم تقرأوا في القرآن قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن؟ فإذا كان الله يأمرنا بجدال غير المسلمين بالتي هي أحسن، ألا يجدر بنا أن نجادل إخواننا في الدين بالحسنى؟ انتظر يا علي. ماذا يا شيخي؟ بعد اليوم لا أريدك بين طلابي. ولكن يا شيخي، انتهى الأمر. هيا يا محمد ويا غزالي. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها،
فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. هيا بنا يا صالح، ادعو لها بالمغفرة يا ولدي. رحمة الله عليك يا غالي، رحمة الله عليك. هيا اسمعنا يا بنات، منذ الغد سنفتح أبواب هذا الملهى لطلاب المتعة. سيكون كل شيء مباحا لمن يدفع. لمن يدفع، أتفهمنا؟ نفهم يا ست البنات. ولن ندع أحدا من أهل هذه القلعة يملك درهما، سنفسد أخلاقهم جميعا، مفهوم؟ مفهوم. أمي فاطمة، كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. تفضلي تفضلي يا أمه. شيرين تعالي، إنها أمي فاطمة. أهلا وسهلا يا أمي. أهلا يا شيرين، كيف حالك يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله. ماذا بك يا أمه؟ قلقة يا أحمد. قلقة؟ لا، سأعد لك زنجبيلا حالا. تفضلي تفضلي يا أمه. أخبريني، لما أنت قلقة؟ من غياب أخيك محمد. مر عليه عامان في الغربة وأنا لم أتعود على فراقه من قبل. ومن الذي تعود على فراقه يا أمه؟ يعلم الله أن الشوق يملأني لرؤيته، ولكن عدائي أنه يسعى لطلب العلم. اسمع يا أحمد، سأسافر له، هل تأتي معي؟ تسافرين؟ لا لا يا أمه، المسافة بعيدة والطريق شاق عليك. لا يهم، هو زوجك عم نوح لن يوافق. وهل يمنعني من زيارة ولدي؟ ما رأيك يا أمه أن تكتبي له رسالة بدلا من السفر؟ رسالة؟ وهل تطفئ الشوق رسالة؟ أمري لله، أحضر لنا ورقا وقلما. حاضر حاضر يا أمه. اللهم استره في غربته وأصلح له شأنه. ماذا وراءك هذه المرة يا علي؟ جئت لأقول لك بأني سأترك هذا البلد بسببك، وهذه هي المرة الثانية التي أترك فيها بلدا بسببك. دعني أنصحك يا علي لوجه الله، إنني لا أكرهك ولم أسعى يوما لمضايقتك. إن مشكلتك في داخلك، أنت تغار من أي إنسان تشعر أنه يتفوق عليك في أي شيء. دعك من هذه الغيرة، واعلم أن الله يخص كل إنسان بما لا يخص غيره. ابحث عن مميزاتك بدلا من أن تغار من الآخرين. الله 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 الله، هل انتهيت من النصيحة؟ انتهيت. اعلم إذن أني لن أقبلها، وأرجو من الله ألا يضعك في طريقي مرة أخرى. واعلم يا محمد أنني لم أستطع أن أحبك في أي يوم من الأيام، وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا آخر لقاء بيننا وبدون سلام. سؤال يا أخي من فضلك. خيرا. هل هذه هي المدرسة النظامية بنيسابور؟ نعم هي. والشيخ الجويني إمام الحرمين موجود؟ إنه لا يغادر المدرسة أبداً. وأين هو؟ إنه الآن في حلقة علم، تعال معي. تفضل. الخلاف بين المذاهب الأربعة ليس معناه أن هذا المذهب صحيح والآخر خطأ، بل معناه أننا أمام أربعة اجتهادات وكلها صحيحة، ويمكن للمسلم أن يأخذ منها ما يشاء دون حرج. وليكم مثلا على ذلك، كيف يضع المسلم يديه في أثناء الصلاة؟ قال أبو حنيفة: إن كان المصلي رجلا
يضع باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ثم يمسك الرزغ بالخنصر والإبهام هكذا، ثم يضع يديه تحت سرته. أما إذا كانت امرأة فتضع يديها على صدرها. أما الحنابلة فقالوا إن السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يمناه على ظهر يده اليسرى ويجعلهما تحت سرته. أما الشافعية فقالوا إن السنة للرجل والمرأة وضع باطن يمناه على ظهر يده اليسرى وتكونان تحت الصدر وفوق السرة. أما المالكية فقالوا يندب إطلاق اليدين في الفروض. والسؤال الآن، أي هذه الأوضاع صحيح وأيها خاطئ؟ الإجابة كلها صحيحة. وبأي وضع منها صلى المسلم قبلت صلاته إن شاء الله. ونكتفي الآن بهذا القدر. السلام عليكم. يا مولانا الجهني، يا إمام الحرمين، أنا يا مولاي طالب علم وجئت لأتتلمذ على يديك، وهذه إجازات علمية من الشيوخ الذين تتلمذت على يديهم. ولماذا لا تكمل الشوط مع شيوخك دوما؟ أنا يا مولاي أحب التنقل، هل في ذلك شيء؟ عيناك تخفيان الكثير وتظهران الكثير. ما شاء الله ما شاء الله. وتقرأ العيون أيضا يا شيخنا. القلوب أيضا. الله 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 الله، زادك الله علما. على أي حال، أهلا بك بين تلاميذي.
النقود. لم يعد معي نقود. اجلس يا رجل، ولا داعي للصياح. أكبر تاجر ولا يملك مالا. هل تتعاملون بالأجل؟ لا، ولكني سأقبل منك ورقة صغيرة بالمبلغ الذي تشرب به. أنا ملك الكتابة. خذي منه هذه الورقة. مولاي، ماذا تفعل يا رئيس الحرس؟ لقد بلغتني شكاوى لا حصر لها من انتشار الفسق والسهر حتى الصباح واختلال الأمور. مولاي قائد منصور حاكم قلعة شهدز، أتظن يا مولاي أن الشكاوى تتوقف في أي مكان؟ وهل تعتقد أن كل الشكاوى صحيحة؟ وما هو الصحيح إذن؟ الصحيح أن سيدة افتتحت خانا، وقد رأيت بعد إذن مولاي أن أتركها لترفه عن أهل القلعة، هؤلاء الذين لا يجدون أي شيء آخر للتسلية والترفيه. أغلق هذا الباب وارحمنا منه. أتريد رأيي يا مولاي؟ تكلم. اترك هذا الخان كما هو، الحياة هنا قاسية يا مولاي، والناس في أمس الحاجة لشيء يخفف عنهم. أتريد مني أن أسمح بالسهر والخمر؟ حاشا لله يا مولاي، السهر لن نسمح به لأكثر من ساعتين بعد العشاء، أما الخمر فأعدك سأقوم بمنعه تماما. حسنا، ما دمت ستمنع الخمر، المهم الانضباط. اطمئن يا مولاي، لن يكون لي عمل سوى مراقبة الانضباط بنفسي. مولاي، جاريتك تناديك يا مولاي. انصرف الآن، المهم مراقبة الأمر. أمرك يا حاكم القلعة. تركت كل شيء وجئت إليك مسرعا حين وصلتني رسالتك. خيرا يا مولاي الحسن والصباح. كل الخير يا ابن عطاش، لقد وصلتني الأخبار بأن الثمرة نضجت في قلعة شهدز، ولم يبق لنا إلا أن نمد يدنا لنقطفها. لقد نجح ولدي أحمد هذه المرة في تقديم خدمة حقيقية لدولة الباطنية. أولا الفضل فيما حدث لا يرجع لولدك، إنه لم يكن يعرف شيئا عن هذه القلعة لولا أني وجهته للسيطرة عليها وأرسلت نجلاء وجواريع لمساعدته. لو سمعت نغمة ولدي وصاحب فضل على الدولة الباطنية مرة أخرى لن تكون العاقبة طيبة لك ولولدك. أتفهم؟ لم أقصد أن أمن عليك. انتهينا. أمرك أنت المسؤول أمامي عن هذه العملية. سيتم كل شيء كما تريد. بل كنت حاكمها. أنا حاكم هذه القلعة. أنا حاكم هذه القلعة. مولاي، منذ هذه اللحظة ستبدأ صفحة جديدة في تاريخ هذه الدولة الباطنية. يستولون على قلعة شهدز؟ هذه كارثة. الجيش جاهز لاسترداده يا مولاي. جيش؟ أي جيش؟ أنا أدرى بهذه القلعة، لم يستطيع أن يصل إليها أحد. أرأيت يا همام؟ أرأيت ما الذي فعله الرجل الذي جئتني به؟ لقد ظل أعواما طوالا بيننا يا مولاي في غاية الإخلاص لك، لا أدري ما الذي غيره. فليتحرك الجيش فورا ليحاصر الجبل المؤدي للقلعة. فليحاصروا القلعة كما يشاءون، فلن يتمكنوا من فعل شيء. والآن يا مولاي، ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. ما هي الخطوة التالية؟ الاستيلاء على القلعة شيء مخيف، هذا يعني أن الباطنية تفكر في إنشاء دولة. كيف غفل السلطان ملك شاه عن هؤلاء الباطنية حتى فعلوا ما فعلوا؟ أتعرف يا مولانا ماذا يقول الناس؟ يقولون
ربما دخل علينا الباطنية بيوتنا وهم لا يعرفون الحلال من الحرام. كيف يأمن الواحد على نفسه؟ سيدين التاريخ ملك شاه لأن في عصره صارت لهم قلعة وقوة. أنا لن أسكت على هذا. ماذا ستفعل يا مولانا؟ ستعرف. استعد للسفر، فلا بد أن تكون معي، وليأتي معي من يشاء من أهل العلم. أعترف أن الباطنية تفاجؤنا وأن المفاجأة كانت أقصى مما نحتمل، ولكن ماذا عساي أن أفعل؟ الخطورة يا سلطان المسلمين أن الرجل الذي اتضح أنه زعيمهم كان إلى جوارك سنوات طويلة. من يدري من غيره حولك؟ من يدري من غيره حول الخليفة أو الوزراء أو القادة؟ صدقت، وتحسبا لهذا سأقوم بتغيير كل من حولي، وسأمر رجال الدولة بتغيير كل من حوله. مهم يا سيدي، ماذا ستفعل لمن وضعوا أيديهم على قلعة شاهدز؟ إننا نحاصرهم فعلا. اطمئنوا، هذه ليست القلعة الجبلية الوحيدة، بل هناك ما هو أقوى منها. المهم الآن أن نستيقظ حتى لا يتكرر ما حدث. أرجو هذا. ما اسمك؟ أحمد بن محمد الغزالي. قل لي يا أحمد، ما رأيك في أن تعمل معي؟ مكاني ليس هنا يا سلطان البلاد، مكاني في جامع طوس بين طلاب العلم. ترفض وظائف الدولة؟ كل ميسر لما خلق له. الشيخ أحمد قرة عيني وعوني بين أهل الطريق، ولا غنى لي عنها. بارك الله لك فيه. هيا بنا يا ولدي، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هيا بنا يا أبنائي. الأغبياء يظنون أنهم سيتخلصون من قبضتي بتغيير الحرس الذي يحيط برجال الدولة، ولا يعرفون أن رجالي الآن كخيوط العنكبوت ينتشرون في كل مكان، وأني أراقبهم حتى في غرف نومهم. أنا الحسن بن الصباح، داهية هذا العصر.